عزيزي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارع محصول الرمان مراعاتها خلال شهر يونيو، تمثلت في أهم العمليات: التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة، وضع سندات بجوار الشتلات الضعيفة، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، الاهتمام بالري وعدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة، تفطيم وفرز الشتلات وتجهيزها للزراعة في التربة المستديمة. وبالنسبة للتسميد في الأشجار التي تروى بالغمر، الأشجار عمر سنة إلى سنتين يضاف 150 جرام إلى 200 جرام من سلفات النشادر أو 100 جرام من نترات النشادر. يتم إضافة 350 جرام من سلفات النشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات، وإضافة 200 جرام من سلفات البوتاسيوم للأعمار الصغيرة، والأعمار الكبيرة 350 جرام. يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل مرتي تسميد في الشهر. تسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط: في الرية الأولى يضاف كيلوغرامين من سلفات النشادر، في الرية الثانية يضاف 3 كيلوغرامات من سماد مركب 19-19-19، في الرية الثالثة يضاف 3 كيلوغرامات من سلفات البوتاسيوم، في الرية الرابعة يضاف لتر من حامض الهيوميك مرة في الشهر، ويضاف لتر من حامض الفوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع لتر من حامض الكبريتيك مرة كل 15 يوم. التسميد الورقي: 300 جرام من الحديد المخلبي، و150 جرام من الزنك المخلبي، و150 جرام من المنجنيز المخلبي، و100 جرام من المغنيسيوم، و50 جرام من البوركس، و200 جرام من اليوريا لرفع كفاءة الامتصاص. وبالنسبة لبرنامج الري: في السنة الأولى تروى الشجرة الواحدة ب20 لتر من الماء، في السنة الثانية تروى الشجرة الواحدة ب30 لتر من الماء، في السنة الثالثة تروى الشجرة الواحدة ب 45 لتر من الماء، في السنة الرابعة 60 لتر من الماء للشجرة الواحدة، في السنة الخامسة 70 لتر من الماء للشجرة الواحدة، في السنة السادسة 80 لتر من الماء للشجرة الواحدة. وبالنسبة لبرنامج المكافحة مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية، يتم مكافحة البياض الدقيقي بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جرام لكل لتر من الماء مع نصف سنتيمتر مادة نشرة لكل لتر ماء، ويكون الرش في آخر اليوم بعد الساعة الرابعة عصرا حتى لا تؤدي الحرارة الشديدة إلى تشوه الأزهار وجفافها. مكافحة المن والتريبس والجسد نطاط الورق، ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشتلات الصغيرة والتي لا تحمل أزهار حتى لا يؤثر الرش على الأزهار ويؤدي إلى تساقطها وانخفاض المحصول النهائي. لمبادة 1.5 سنتيمتر على لتر من الماء مع مادة ناشرة، سيليكرون سنتيمتر على لتر من الماء مع مادة ناشرة، موسبيلان 1 سنتيمتر على لتر من الماء مع مادة ناشرة. فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة. مكافحة الأكاروسات برش فيرتيميك 1 سنتيمتر على لتر من الماء مع مادة ناشرة، ورش أباميكس بمعدل 1 سنتيمتر على لتر من الماء مع مادة ناشرة. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعد المادة العلمية معهد بحوث البساتين.